مرحبا، في هذا الفيديو سوف تتعلمون المزيد عن نهجنا القائم على الكفاءة والموجهة نحو النتائج. الوحدات الدراسية التي تتمحور حول الطالب والقائمة على مبدأ الكفاءة مصممة للتركيز عليك أنت كطالب وأنت كطالبة، وهذا يعني أن التركيز يتمثل ينتقل من المعلم وما يرى أنه من المهم أن يتم تعليمه إليكم وعلى ما يمكنكم القيام به بعد الانتهاء من الوحدة الدراسية. بعد الانتهاء من كل دورة ستكتسب مهارات جديدة، ولكن جميع الموكس والدورات الأكاديمية المباشرة مترابطة في وحدة دراسية، فبعد الانتهاء من وحدة دراسية كاملة المهارات المكتسبة ستكون أكثر بكثير. يعتمد الاعتراف من قبل الجامعات الشريكة على كفاءة هذه الوحدات، لذلك نحن في كايرون نوصي طلابنا دائما باتباع خطة كايرون والتركيز على إنهاء الوحدات الدراسية.